ظهرت النسخة الأولى من آلة الناي في العراق ومصر وبلاد الرافدين، لكن ما زال إلى الآن شباب يحافظون على رونق الآلات الموسيقية العربية وخاصة آلة الناي ليبدعوا على طريقتهم الخاصة. مؤسس فكرة مشروع بيت الناي ربيع زرقات والشباب الطموح في هذا المجال طبقوا ما ورد في أغنية السيدة فيروز أعطني الناي وغني، ليحلقوا بين عزف الناي ومقاماته اللامحدودة والممزوجة بين الفرح والحزن، ذلك أن الناي يحن دوما إلى أصله وهو الشجرة التي انتزع منها. عم تبني علاقة بين الشخص وأرضه، يعني الواحد عم ببلش يصير عنده تواصل مع أرضه وطبيعته، عم يتعرف على مناطق في الأردن. لما عم بيصنع الشخص آلته هو عم بحس حاله منتج. شجن القصب تترجم في مستقر معين لمشروع بيت الناي ألا وهي منطقة وادي شعيب، ليستثمروا بالصنع المحلي للقصب رغم قلته، خبرات تراكمية أحيت هذه الآلة في زمننا هذا. آلة الناي معروف بإحساسها، معروف أنها آلة حزينة. قصبة زي هاي أنها تطلع مثلا موسيقى بتربط الإنسان بهويته أو كمواطن، يعني أنك أنت تجيب الناي من هون من بلدك وأنت تشتغل عليها وتعزف إشي كثير حلو. التنمية من خلال الفن والثقافة أمر ليس بالهين، لكنه تحقق من خلال محاكاة تقدير الآلات العربية الأصيلة. الأنشطة الفنية والثقافية تدرب الإنسان على الإبداع والخروج عن مألوف التفكير النمطي. تحتاج صناعة الناي لكثير من الوقت والدقة والإبداع، فبث روح جديدة بهذه الآلة السحرية التي تمتلك الكثير من الأسرار تخاطب الروح والوجدان بما فيها من ذكريات تعود لثقافة الأرياف، إضافة إلى الطريقة الملائمة للعزف والتفنن بها. أيمن الحمود، المملكة، وادي شعيب.